إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وفي أحد الأيام انفردت مريم عن أهلها شرقي المسجد، فجاءها الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة رجل صبيح جميل مكتمل. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يختلفون ما كان لله أعرف بأن الدين المسيحي تعرض الكثير من التعريفات، منها الفقر بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو إله، وهذا غير صحيح. هو رسول كباقي الرسل، وهو بشر عادي وأمه بشر، وهذا سيد عظيم يجب أن نتذكرها بالخير ونعتبرها مثالا يتبع في حسن خلقها، كما طريقة الاحتفال لا يجب كون منافية للأخلاق أو التعليم الديني الصحيح، بل فقط بالتذكير الله لقول تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم. شكرا. أنا تلميذة في مدرسة غاستون باشلا، أريد أن أطرح عليك سؤال حول السنة الميلادية. الرحمن الرحيم. في إطار هذه المؤسسة جاستون باشلار أرادت أن تقرب تلامذتها من سيرة يعني المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وبالمناسبة نريد أن نستحضر قصته وأن نقرب فلذات أكبادنا إلى سيرة عيسى عليه السلام وأمه عليهم السلام وعلاقتهم مع ما يقع في خلط الاحتفال بما وزعم بعض الناس من يزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام إلها أو ابن إله، وهذا والعياذ بالله كفر وشرك، بل الله عز وجل أتى بالجواب صريح على لسان عيسى عليه السلام نفسه، جاء صريح هذا الكلام في القرآن على لسان عيسى، وكان في الماضي وتكلم فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. إذن نسب أول كلمة تكلم بها عيسى عليه السلام أنه نسب العبودية لله تعالى، وهذا هو الأصل أن عيسى عليه السلام نسب العبودية لله لا كما يزعم بعض الناس ويزعمون أنه هو إله والعياذ بالله، بل هو نسب بنفسه أول كلمة قالها أنها نسب عبودية لله عز وجل. فعيسى عليه السلام من الأنبياء، وقد ختم الله تعالى سلسلة الأنبياء والرسل بسيد الأنبياء وسيد الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن كمسلمين نؤمن بجميع الرسل كما أمرنا الله تعالى، وبذلك في كتاب الحكيم لقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، ونحن نؤمن بعيسى عليه السلام كما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، على أن ذلك يجب أن يكون بعيدا عن التحريف والكذب على الرسل الله وأنبيائه. قررت مدرستنا غاستون باشلار تنظيم هذه الندوة الحميدة لتعرفنا بحقيقة الإنجيل كما صححها ديننا الحنيف. سيدي، كيف ترون هذه المبادرة التي قامت بها مدرستنا؟ حقيقة هذه المبادرة التي قامت بها هذه المدرسة المؤسسة مبادرة حسنة، لأنها لم تختصر الاحتفال بالسنة الميلادية فيما هو مشاع ومعروف في المشروبات والحلويات فقط وفي المفرقعات، بل الأصل في ذلك هو البحث عن الأصل. فهذه المؤسسة ارتأت وأرادت أن تقرب تلامذتها من سيرة الأنبياء والرسل،
عيسى هو ابن الله أتى بنفسه تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طريقة الاحتفال بهذه المناسبة يجب أن تكون بطريقة سليمة تقوم على التذكير بأخلاق عيسى عليه السلام وأخلاق مريم العذراء واعتبارهما مثلا يحتذى به بالنسبة للأطفال والشباب. وفي هذا الإطار قامت مدرسة غاستون باشلاخ بهذه المحاضرة الدينية لتعريفنا لحقيقة عيسى عليه السلام وأمه مريم. يعرفوا أنه مشي هو ابن الله وإنما هو رسول، كذلك شأنه شأن باقي الرسول. إذن هذه مناسبة كتعرف من خلال التلاميذ على النبي ديالهم عيسى عليه السلام وكيف تمت ولادته، من هي أمه، من كفله. إذن باعتباره نبي شأنه شأن باقي الأنبياء. قل في إطار أن المؤسسة كتحتضن مجموعة من المستويات، إذن فوق خصصنا التلاميذ السنة الرابع المستوى الرابع والخامس ابتدائي، إذن خصصت لهم المؤسسة إمام جاء عطاهم درس مباشر. بالتالي المستويات الصغار خصصنا لهم سيدي يكفي على قد اللاج ديالهم. غنو عيسى عليه السلام est à l'image de محمد صلى الله عليه وسلم. Ils transmettaient tous les deux le même message. Nous, les musulmans, on croit à tous les prophètes sans exception. Mais on doit faire attention aux déviations qui portent atteinte au bon sens de la religion. La manière dont on rend hommage à Isa alayhi salam est inappropriée. Maryam alayhi salam est un exemple à suivre pour les jeunes filles musulmanes et Isa alayhi salam est un exemple à suivre comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. انا مديرة غاستون باشلاغ، يعني في اي اطار اليوم الحفل هذا؟ بالنسبة لنا هذا ماشي احتفال وإنما هو مناسبة لتذكير الأطفال والشباب والناشئة بأصول دينهم الصحيحة لكي نضعهم على الطريق الصحيح، على اعتبار أن عيسى بن مريم هو رسول كباقي الأنبياء والرسل، ونحن كمسلمين لا نفرق بين أحد من رسل الله سبحانه وتعالى. عيسى كمحمد صلى الله عليه وسلم له نفس خلق محمد وله نفس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونفس دعوة محمد. مريم العذراء امرأة اصطفاها الله على نساء العالمين، وهي مثال يحتذى لتربية بناتنا وتنشئتهم على مكارم الأخلاق والطهارة والصدق. ما لحق الإنجيل من تحريفات وادعاءات بأن عيسى ابن الله أو هو إله شيء غير سليم، ولا يجب أن يترسخ في أذهان أبنائنا. ما يجب أن يترسخ في أذهانهم هو أن عيسى بن مريم تنبأ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ رسالته، لكنه لم يستطع أن يكملها ورفعه الله سبحانه وتعالى، ولم يقتل ولم يصلب، وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم بدوره سيقول وسينبئنا بعودة المسيح في آخر الزمان لكي يكمل نشر رسالة الإسلام. أبناؤنا يجب أن يعرفوا أنه لا فرق بين رسل الله، وأنهم جاءوا من أجل دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وليست هذه مناسبة للسهر والعربدة والقيام بمجموعة من الأشياء المنافية للدين والأخلاق الطيبة، وإنما مناسبة للتذكير كما يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولنا في رسل الله إسوة حسنة، عيسى مثال للمحبة وللتسامح كما كان محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن به ولكن بالطريقة السليمة والصحيحة التي يجب أن يأخذ بها أبناؤنا. إذن كلما يقترب الاحتفال برأس السنة الميلادية عدد من المؤسسات التعليمية بالمحمدية أو خارج المحمدية تتهافت من أجل هذا، من أجل الاحتفال بهذه المناسبة بطريقة يعني غير سليمة. يعني المؤسسة ديالكم يعني عملت العكس، كيف جت الفكرة؟ نحن نؤمن في مؤسستنا بأننا يجب أن نلقن الأطفال شيئين أساسيين على مستوى المعرفة والعلم أو التعليم. نحن نحاول أن نلقن أبناءنا المنهج العلمي السليم القائم على الفكر العقلاني، وعلى المستوى الأخلاقي والقيمي نحن نحاول أن نضع أبناءنا في مرجعية قيمية ودينية سليمة، لأنه لا يمكن للعلم أن يكتمل بدون أخلاق.
العلم والأخلاق شيئان متلازمان، ولا بد للأطفال أن يتعلموا في مسيرتهم التعليمية والتربوية، لأننا نحن نعلم ونربي، أن يأخذوا شيئين أساسيين: المنهج العلمي في التعلم، ثم المرجعية القيمية، حتى يكونوا مكتملين ويكونوا خير سلف لخير سلف بإذن الله.